رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد أيا وحوك الله بركة سياسية ودحية دولتها إثيوبيا يا صوماليا وحنا رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد وعديي سببته هو وين إخلاف قاسي كده دارسي دولتها صوماليا إثيوبيا وربحنتنا نيا كسوكو بنادا وضيالة مركو رسول وادا تاني مركي أشيس كي سفكرة دي ودقارين دولتها صوماليا إثيوبيا كودي بشي كوباد لبكون يا فريال لباتنا يا وحي أشيس كي سيوين وغسور جيستي دولتا فدرالك صوماليا وحاناي دولتا فدرالك صوماليا قادي تلابوين اي خوري مرسو أشيس كي سفكرة دي ودقارين إثيوبيا يا صومالي لان سيدوك الوحي دولتا فدرالك صوماليا اي خلاف سياسة دي كده حبورتي دولتا فدرالك إثيوبيا وحنا يرسي كبيهان با علاقات كي إلى الله دولتا فدرالك إثيوبيا تاسيو مدحوينها دولتا فدرالك صوماليا وسميي إن الحريدة عالمية أولا سميو لما أبا ودمدا جيسكا إما عامل كلا لي دولتا فدرالك صوماليا يسيدو كالقار كترسم ودمدا عالم كا كاسيو مدحوين حسن شيخ محمود وكبورين يي إن كسور جيستان نشيس كاسي سفكرة دي ودقارين صوماليا يتوبيا وحان الرئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد أو شركي مدحدة ودمدة أفريكا مالنتي شرعي ترويد كفر من مقالة دي صابة عاصمة دلك إثيوبيا كشيغي إن دولتا فدرالك إثيوبيا مروال باية ديارو تاي إن ودا هذا الله سميسو دولتا فدرالك صوماليا تاسنا يمخراتي كيهين بيوري لما أنا ودمدة قيس كاية كترسان أرقبريد كيغادي وحان الرئيس الوزراء أبي إن تاسيو الرئيي إن دولتا فدرالك صوماليا يتوبيا يهين لبطل أو جارا isla markaasina dawladda federaalka Itoobiya aanay marnaba ogolayn inay ku xad gudubto Soomaaliya balse iyadu mar walba dawladda Itoobiya ay aaminsan tahay inay Soomaaliya ay tahay dal walaalahooda waxa kale oo rais wasaaraha Abi uu sheegay inuu dadaal dheeraad galiyay sidii uu wada hadal iyo kulamo gaar ah ula qaadan lahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii heshiiska safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya balse markasta ay ka suuragal weeyday dhinaca Soomaaliya وحانا وينتا سرعيي إن حتى إن مدحبينها صوماليا حسن شيخ محمود ودري تليفن كاقعانتا إسلا مركاسينا وغتش وغو أي مدحبين حسن شيخ محمود وحانا يهد أمو غطا حالتان السياسة ديدي دي. إكاد حلالتي دولتها صوماليا يتوبيا متسيحو غيسان إسا ما داما دولتا فدرالك صوماليا يجي مدحبينها صوماليا حسن شيخ محمود مالنتي شريتو لا يسيعدو شغن إن مدحبينها صوماليا أمان كيس خرخة لقليي إسلا مركاسينا أمان كيس وهاليس كلاي ولو دولتا فدرالك يتوبيا يدونا هبين مكي حالتو لا هيدا يشكتي إن أنها بيراتي بح خلخة أمان كيس أن لقلين مدحبينها دولتا فدرالك صوماليا برسلو طريقون عيدا مدي قابل سناسو قد أمان كمدحوين ياشي مدد مدى قيس كيميد مقالة دي سوية عاصمة دلك إثيوبيا مرتدة قوها شركي مدحدة أفريكا يكفر من مقالة دي سوبا سيكاستبا تيشيس كاسي سفكرة دي ودى قارين كودي بشي كوبال لباتن لباتن يافر دولتها صوماليا iyo Itoobiya ayaa murar siyaasadeed oo xoog leh ka dhex abuuray wadamada geeska siiba wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya balse dawladda federaalka Itoobiya mar walba iyadu waxay ku taagan tahay go'aankeedii hore ee ahaa inaan marnaba laga leeban doonin heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana ay hadda labada dawladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku taagan yihiin sidii loo fulin lahaa heshiiskaasi safkarad ay wada gaareen.